السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة بإذن الله جايبة لكم طرق جميلة أو وصفات حلوة جدا إزاي تستفادي من قشور البطاطس وما ترماش أبدا تاني. إن شاء الله هنستخدمها النهاردة لأكتر من وصفة، وكمان الوصفات اللي معايا ما تخصش حاجة واحدة، لأكتر من حاجة. قشور البطاطس كنز ما نرموهوش أبدا يا جماعة، اهم حاجة ان احنا نستخدمها بالطريقة السليمة، وكمان نعرف استخداماتها ايه علشان نقدر نستفاد منها. طبعا ان شاء الله هعرفكم على استخدامات البطاطس او قشور البطاطس ازاي نستخدمها بالطريقة الصحيحة، وكمان بتجيب معاكي نتائج حلوة قوي، مفيش اسهل من كده. وكمان الوصفات اللي معايا النهاردة بتخص البشرة والشعر، يعني هتستخدميها لبشرتك وكمان هتستخدميها لشعرك. حابة اقولك طبعا نورتيني في القناة، لو اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تنزلي تحت وتشتركي في القناة، وطبعا بقولك نورتيني في القناة، وكمان تدوسي على الجرس اللي جنب كلمة اشتراك، ولو سمحتي ادعموني باللايك والشير للفيديو. المهم قوي ان انتوا تحطوا لايك وكمان تشيروا الفيديو يا جماعة. طيب احنا هنستخدمها اول حاجة للشعر جماعة، هنستخدمها لشيب الشعر. طيب هنستخدمها ازاي لشيب الشعر؟ هتجيبي مقدار مثلا قشر بطاطسيتين كلهم متوسطين كده، هناخد كمية، الكمية دي كبيرة، هناخد مثلا اهي دول كويسين قشر بطاطسيتين كده. وهنبدأ نعمل ايه؟ هتجيبي كوبايتين من المية، وهتبدأي ان انتي تصبيهم على البطاطس كده. وكمان حاجة تقدري تكوني بترفعيها على النار، يعني مينفعش طبعا كون طبق، انا بوريكم بس، بترفعيها في غلاية على النار او يعني اي حلة او اي طاسة عندك تقدري ترفعيها على النار، وبتبدأي ان انتي تسيبيهم من وقت الغليان. اول ما تبتدي الغليان 10 دقايق على نار تكون هادية خالص، علشان المية اللي احنا حاطين فيها البطاطس تاخد من فوائد البطاطس كويس جدا. وطبعا الكوبايتين هيبقوا حوالي كوباية ونص كده، احنا عاوزينها تقصر، وكمان هتلاقي لون المية اغمق ما بقاش فاتح زي كده، هتلاقيه اغمق مفيش مشكلة خالص. بتسيبيها لما تنزليها من على النار بعد 10 دقايق من الوقت الغليان، بتسيبيها لما تهدى خالص، ما بتصفيش قشر البطاطس، بتسيبيها مثلا حوالي في حدود ساعة كده او ساعتين، وبعد كده بتصفي طبعا منها قشر البطاطس، وبتاخدي المية في اي بخاخة صغيرة زي دي، يعني المهم تكون بخاخة عندك علشان تقدري توزعيها على شعرك. طيب بتوزعيها على شعرك ازاي؟ بتوزعيها بعد الشاور بتاعك، بعد ما تكوني غسلتي شعرك كويس ويكون مفهوش اي كريم او اي دهون او اي زيوت، بتبدأي تاخدي البخاخة دي وترشيها على الشيب وعلى جذور الشعر كويس وتدلكي. بنصحك كمان لو انتي ما عندكيش شيب شعر وبتصبغي شعرك كتير، ده بيساعد ان الشعرايه تبيض، فاستخدمي الوصفه دي هتخليكي ان انتي تبقي في زي عمليه وقايه كده علشان شعرك ما يشيبش، ممتازه جدا جدا. طبعا شيب الشعر بتستخدميها فتره طويله مش فتره صغيره، ولازم نداوم عليها. انتي بتلاحظي ان شيب الشعر بدأ يختفي شويه، بس استمري عليها، وكمان مش محتاجة ان انتي تغسليها، يعني تحطيها وبعد كده ترجعي تغسليها، لا عادي خالص انتي بترشيها وتسيبيها على شعرك للغسلة اللي بعد كده، بتسرحي شعرك وهي بتنشف زي ما تكون مية بالظبط، بتلاقي ان خصل شعرك البيضة بدأت تبقى سمرة، وكمان مع المداومة عليها هتلاقي ان شاء الله شيب الشعر اختفى. مفيش اسهل من كده وصفة، لكن قشور البطاطس ممتازة جدا جدا. دلوقتي هنعمل مع بعض برضو وصفة للبشرة زي تونر او غسول او كريم كده، حاجة بتدي لبشرتك بياض ونضارة رائعة جدا، حلوة قوي قوي. عايزة اقولك كمان ان احنا لازم يا جماعة قبل ما نستخدم قشور البطاطس
لازم تكوني غسله البطاطسايه كويس جدا من بره. يا ريت تبقي مخليه عندك فرشه كده للخضار بتغسلي بيها البطاطس، علشان اي مبيدات واي كمان تراب او طينه، البطاطس بتبقى طبعا فيها طينه كتير، فلازم نغسلها كويس جدا بالفرشه، وبعد كده نقشرها بتغسليها بالميه كمان، وبعد كده بتقشريها. ما تقوليش انا هقشرها وبعد كده اغسلها، لا، حتى في الاكل المفروض ان احنا نغسلها الاول وبعد كده نقشرها، دي حاجة مهمة قوي. يلا بينا نعمل الوصفة التانية. الوصفة التانية بتاخدي برضو يعني قشر بطاطساية، مثلا مقدار قشر بطاطساية كده عليها كوباية كبيرة من مية الورد، يعني بتاخدي قشر البطاطس كده وبتبدأي ان انت تحطي عليه مية الورد، وانا بستخدم مية الورد البيضة، اي ماركة متوفرة عندك في السوبر ماركت تقدري تستخدميها وهي رخيصة جدا. لو عندك المية اللي هي في الصيدلية اللي هي بيبقى لونها بامبا ممكن برضو تستخدميها، بس انا بحب ديت لان بنستخدمها لوصفات كتير جدا، تقدري تستخدميها على كامل جسمك مفيش اي مشكلة. بتحطي كوباية مية كبيرة كده في قشر البطاطس وبتبدأي ان انتي تغمزي كل القشر كده فيها كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين، وبتسيبيها منقوعة كده قشر البطاطس في مية الورد مش اقل من 3 ساعات، يعني ممكن تكون ازيد من 3 ساعات بس مش اقل من 3 ساعات، كل ما سبتيها كل ما هتكون احسن. بعد ما بنسيبها كده مغمورة بمية الورد تتنقع مع بعض، بتبدأي ان انت تصفيها بعد 3 ساعات في بخاخة برضو، وبتاخدي المية طبعا المية بتاعت مية البطاطس دي بماء الورد طبعا للتهابات من نتيجة الشمس، لتفتيح البشرة، تونر بعد غسيل البشرة بيسدلك المسام ممتازة جدا جدا، بتشدلك كمان البشرة، بتخلي البشرة مشدودة، حلوة قوي للتجاعيد، يعني فوائدها للبشرة مش قادرة اقول لكم قد ايه مفيدة. بتحفظي بيها طبعا في التلاجة، وكمان قشر البطاطس نفسه بتاخديه وتحطيه على الهالات او البقع السمراء اللي في بشرتك، بتحطيه زي ما هو كده بتاخديه وتحطيه، او كمان تحطيه على كامل بشرتك كمان الرقبة، مميز جدا وحلو قوي. تقدري كمان تحتفظي بقشر البطاطس في الفريزر يعني مدة كويسة من 3 لـ4 أيام براحتك مفيش مشكلة، اما المية بتستخدميها لغاية ما بتخلص، بس اهم حاجة كمان ان احنا نستخدمها وهي تكون باردة. زي ما قلت طبعا الوصفات مفيش اسهل من كده، لكن فوائدها جميلة جدا جدا، ان شاء الله تجربوها بجد، ان شاء الله هتدعولي على الوصفات دي لو استخدمتي وصفة شيب الشعر او كمان الوصفة بتاع البشرة، بجد هتحسوا قد ايه قشر البطاطس المفروض ما نرمهوش خالص ونستفاد بيه. زي ما قلت طبعا اكيد رأيكم بيهمني جماعة، يا ريت تكتبولي دايما ارائكم في الكومنتات، واي حاجة حبايبي انتم محتاجينها برضو اكتبوها لي في الكومنتات، الكومنتات دي هي اللي بتخليني اقدر اتواصل معاكم. وكمان لما تكوني محتاجة حاجة مثلا اكتبيلي مثلا اسم الوصفة تحت، وان شاء الله طبعا لما يجيلي عليها لايكات كتير بنفذها في اقرب وقت ممكن، اول ما بلاقي وصفة يكون يعني عدد من المشتركين كتير عاوزها بعملها في اقرب فيديو على طول. يا رب تكون عجبتكم الوصفات النهاردة وتجربوها ان شاء الله تدعولي عليها، ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.